كما نشوف كما هكا المنتخب النيجيري راه اكثر استحواذ على الكره، بن ناصر وحده راه يدور فرحات ما راه داير والو، مجاني ما راش قاد بروحه كاع مجاني بانيك، ماشي ما راش متعود، ماشي متعود مع الفريق الوطني يلعب مع هذا مشى متعود يلعب مشى متعود يلعب مع بن ناصر ومع مجاني في هذا المنصب. وشلنا احسن لعاب اللي راه ضروك اللي كانوا ينتقدوا فيه هو كادامورو، شلنا كيفاش نخاس هذاك نساخ كيفاش ربع ساعة اللعاب المحلي كيفاش خرج، ما تنجم هذا الفريق وهذا المدرب وهذا الخطة والله ما تبشر بالخير والله العظيم. ما عندناش حنا ماذا بينا يربحوا في بتوع الشعب اللي دخل فماك، بتوع الشعب بتوع كلاس بتوع كلاسمون بتوع الدرابو تاع الجزائر بتوع الشهر تاع نوفمبر اللي والفنا فيه غير الافراح. اليوم راكم تشوفوا رانا نلعبوا متحصرين، رانا نتفرجوا متحصرين، هذه هي، وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله يا رب. سعيد.